في صباح هذا اليوم وضمن أشواط المنافسة وأشواط الثنايا، أشواط الكبار على أرضية ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي الذي يجمع دائما كل تحديات الكبار في مشاركاتها وانطلاقاتها القوية العملاقة المميزة. التوفيق نتمناه لجميع الشعارات المشاركة في بحر الناموس والبحث عن الانطلاقات والبحث دائما عن تحدي ومشاركة قوية من هذه الشعارات. نسير إلى شوطنا المخصص مشاهدين للأبكار من خلال هذه اللحظات وللمشاركة الأولى تتقدم على مقدمة الشوط السائحة. تسير في المركز الأول حمدان بن محمد بن حمد بن درويش، هو الآن على البداية والمركز الأول ومتصدرة لمجموعة هذه الأبكار، بينما مشاهدين الأعزاء المركز الثاني هنا في هذه اللحظات اللي وصلت من خلالها مشهورة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، هو من يقدم لنا مشهورة في المركز الثاني. أما المركز الثالث فتواجدت من خلاله أيها الحفل الكريم الظبي، تعود ملكية الظبي لأحمد بن مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، هنا من يقدم لنا في هذه اللحظات الظبي. والمركز الرابع النقلة التالية على تواجد خيرة، وهنا حمدان بن محمد بن حمدان المرزوقي اللي يقدم لنا خيرة، وعساف الأمر خيرة يا المرزوقي يأتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ممثل أهالي جلفار وممثل أهالي السوان يقدم لنا بن حلوكة شخصية. هنا في هذا الموقع حمد بن سالم بن حلوكة هو الآن يأتي على المركز السادس والمركز السابع، هذه اللي وصلت الآن. هذه اللي وصلت مشاهدين الأعزاء في المركز السابع، ناخذ المركز الثامن وثامن المراكز نتابع أيها الحفل الكريم. هذه اللي وصلت الآن في المركز، جاسم بن سيف بن طوق العليلي يقدم ريام على المركز الثامن والمركز التاسع مشاهدين الأعزاء، وصولا من خلال تواجد حاملة رقم 17 الشامخة راشد بن محمد بن هويدن، الآن هو الآن في المركز الثامن، بينما المركز التاسع اللي وصلت المايدية أحمد بن علي بن حميدان في المركز التاسع، والمركز العاشر وصلت من خلال خيرة لسعيد بن نابت بن خيلة العامري. هكذا أعود إلى البداية أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، وأعود إلى مقدمة هذا الشوط والبداية. يأتي مشاهدين الأعزاء شعار العليلي، وها هي زعفور تعود ملكيته ناصر بن سيف بن هلال العليلي، هو من يقدم مشاهدين الأعزاء لنا زعفور في هذه المنافسات وفي هذه التحديات، بينما المركز الثاني هناك تتواجد السائحة والملكية لحمدان بن محمد بن حمد بن درويش يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. ننتقل مباشرة إلى وجود خيرة تتنافس تتقدم خيرة في هذا الموضع وفي الأمر إن شاء الله خيرة. يأتي المرزوقي ليقدم حمدان بن محمد المرزوقي لنا خيرة من تحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فيصل بن حلوكة ليقدم لنا ثالث المراكز مع شخصية العامة وحمد بن سالم بن حلوكة. المركز الرابع هذه اللي وصلت الشامخة راشد بن محمد بن هويدن الاكتبي، الآن يتسلل إلى المركز الثالث في تغيير مستمر لمجريات هذا الشوط، في تغييرات خطيرة لمجريات هذا التحدي. المركز الرابع الآن يأتي بن طوق العليلي ليقدم لنا الريام الريام الريام، وجاسم بن سيف بن طوق العليلي الآن على المركز الرابع شخصية. في المركز الخامس حمد بن سالم بن حلوكة، المركز السادس في هناك مشاهدين الأعزاء من الجانب الآخر زعفور وناصر بن سيف بن هلال العليلي على المركز السادس، بينما المركز السابع تقدمت الظبي، ويأتي أحمد بن مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم لنا في هذه الانطلاقة التحدي مع الظبي لتحتل المركز.
الضبيذا في المركز السابع والمركز الثامن، هذه اللي وصلت الان مشهوره سالم بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقادان اللي يحتل المركز الثامن. ننتقل مباشره الى المركز التاسع والمركز التاسع، ياتي شعار بن حميدان ليقدم لنا المايدية احمد بن علي بن حميدان في المركز التاسع، بينما المركز العاشر وصلت خيره وسعيد بن نابت بن خيله العامري يقدم لنا خيره. هذه النتيجه ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء للمراكز المتقدمه العشره في هذا اللقاء وفي هذا الشوط، ولكن بعد العشر هناك 16 من خلال المشاركات اسامي اكيد حاضره في مسافه 8 كيلومترات، الكل حاضر مشاهدينا الاعزاء وخاصه عند المسافه الاخيره، خاصه عند المنصه الرئيسيه نجد هناك تغييرات وتبديلات سريعه مستمره، ولكن لا زالت امور الشوط واحواله ايها الحفل الكريم بعدما تجاوزنا لائحه 4 كيلومترات، والمركز الاول نعود له من خلال المقدمه والسايحه، السايحه لا تزال على المركز الاول، لا زالت سايحه وانا ماشي سواح، هذه السايحه على الصداره حمدان بن محمد بن حمد بن درويش، وانا ماشي سواح على السايحه في المركز الاول، لكن شوف الهجمه من اليسار الهجمه من اليمين، يا سلام الله يا العليلي، اشوف جاسم بن سيف بن طوق العليلي يقدم لنا اريام اريام اريام، بينما زعفور تحتل الجانب الاخر، وياتي ناصر بن سيف بن هلال العليلي كذلك مقدما لهذه المنافسات. نشاهد على خط طول العرض وخط طول المسافه والاسماء اللي تصل الاسماء اللي تتواجد، لكن شوف بن حلوكه يقدم شخصيه اللي ايضا كذلك لها سجل حافل بالانجازات في الموسم الماضي، هذه شخصيه حمد بن سالم بن حلوكه من يقدم لنا هذه الشخصيه الجميله والشخصيه الرائعه، هذه الاربع المراكز الاولى الاربع المتقدمه، لكن هناك قادم المميز مع شعاره ومع الظبي احمد بن مبارك بن احمد بن مايد الخيالي يقدم لنا المميز الظبي لتحتل المركز الخامس في طريق المنافسات في طريق اللقاءات الودية الجميلة الأصيلة. أما المركز السادس ويصل بن هويدن ليقدم الشامخة راشد بن محمد بن هويدن في المركز السادس، إلا أن المركز السابع زادت من حماسة هنا حماس محمد بن سلطان المنصوري. المركز الثامن وصل الآن شعار جديد، وصلت روايح راشد بن حمد بن علي الكتبي يقدم لنا مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات في المركز الثامن. المركز التاسع بن حميدان لا زال يقدم المايدية، والمركز العاشر شعار الشاعر هنا رشيد بن غدير بن سعيد الكتبي يقدم مياسة مياسة مياسة. هذه النتيجة هذه النتيجة، قلت لكم أسماء قادمة أسماء حاضرة، في تغيير مستمر لهذه الأسماء، في تغيير مستمر لهذه المشاركات، ولكن عودة إلى بداية الصراع، عودة إلى بداية النزاع، والمركز الأول قدر المستطاع أعود إلى البداية. شوف التغيير اللي طرى، شوف التغيير اللي صار، شوف التغيير اللي تبدل، وبنطوق لازال بنطوق لازال هناك مع طوق النجاة مع أريام 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 تتقدم في المركز الأول. أريام جاسم بن سيف بن طوق العليلي، يا سلام يا أبو سيف، يقدم لنا هذه الأريام، يقدم لنا هذه الضبة على المركز الأول، لكن شوف بن هويدن بدأ يعني يخرخش السماعة، بدأ يحرك السايحة، بدأ يحرك الشامخة، تحتل المركز الثاني الثاني راشد بن محمد بن هويدن الاكتبي مشاهدين الأعزاء. بعدما تجاوزنا 2 كيلومتر الأخير الأخير دخلنا في أجواء مشحونة أخرى بالتحدي والمنافسة، ولكن شوف شخصية شوف شخصية حصلت على المركز الثالث، حمد بن سالم بن حلوكة يقدم لنا شخصية في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه اللي وصلت روايح راشد بن حمد بن علي الكتبي يتواجد يتقدم على المركز الرابع، والمركز الخامس وصلت خيرة وصلت خيرة سعيد بن نابت بن خيلة العامري أيضا صاحبة إنجازات فيها الموسم الماضي وصاحبة سيارة، لكن شوف 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 شوف
التحدي. الله الكل اكيد حذر، الكل حذر في المشاركه، بينما نحن نسير مشاهدينا الاعزاء وتسير امتار الشوط. رشيد بن سعيد بن غدير يقدم لنا مشاهدينا الاعزاء من خلال هذه اللحظات. الله رشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي واصل 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 يقدم مياسة، تحتل المركز السادس، المركز السابع هذه اللي وصلت الان زاهي عبد الله بن حميدان، عبد الله بن حميد بن كعيب في المركز السادس، وبنطوق في المركز السابع، بينما هناك احمد بن مبارك بن احمد بن مايد الخيالي ثامنا. ولكن الله يا بنطوق يا بنطوق راح الى المركز الاول فوق، راح الى معركة التحدي من خلال هذه اللحظات، فوق فوق الى المكان المرموق يا بنطوق. جاسم بن سيف بنطوق العليلي، ولكن حذاري العليلي، هذه ريام، هذه ريام دخلت في اجواء اقل من الكيلو الاخير، اقل من الكيلو الاخير. المركز الثاني، شوف الهجمة المرتدة من بن خيلة، بن خيلة واصل مع اخيره، واصل مع اخيره، سعيد بن نابت بن خيلة العامري، يا سلام. وشخصية ثالثة حمد بن سالم بن حلوكة، لكن العودة إلى بنطوق، إلى بنطوق، الله يا بنطوق، الله يا بنطوق بالمركز الأول، لكن تقدمت، لكن حذاري هذه اللي وصلت الآن، هذه خيرة، خيرة سعيد بن نابت بن خيلة العامري، سلام لهالي الهير، سلام. شخصية في اللحظات الأخيرة تحاول شخصية، ولكن اللي وصلت العميمي محمد بن عيلان بن مسور العميمي يقدم العين، يقدم العين، يقدم العين، الله يا العين وشخصية، لكن العين في اللحظات الأخيرة. قلت لكم بأن الأسماء تغيرت، الأسماء تبدلت، وفاجأتنا في النداء الأول تنتزع المركز الأول، تنتزع صدارة الشوط. هذه العين، هذه العين دار الزين، هذه العين محمد بن عيلان بن مسور العميمي، شخصية تحاول اللحظات الأخيرة، شخصية والعين، العين وشخصية، لكن العين، العين. تحياتي والناموس لمحمد بن عيلان بن مسور العميمي على فوز العين بالمركز الأول. المركز الثاني شخصية حمد بن سالم بن حلوكة، المركز الثالث محمد بن سلطان المنصوري، المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء خيرة سعيد بن نابت بن خيلة، والمركز الخامس أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء من خلاله وصلت الضبيب أحمد بن مبارك بن مايد الخيالي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان مسار هذا الشوط، لكن عودة إلى الانطلاقة وعودة إلى التواصل والتحدي والمنافسة الشيقة الأصيلة. التوقيت الزمني حاضرا من على العين اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، وها هي مشاهدين الأعزاء تصل لخط النهاية ب 12 دقيقة 55 ثانية، جزئين من الثاني، تهانينا والناموس للسيد محمد بن عيلان بن مسفر العميمي على هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحك. في اللحظات الاخيره كانت حاضره وبالفعل ادى الدور ممتاز. 12 دقيقه 55 ثانيه، ثمان اجزاء من الثانيه كانت في المنافسه من البدايه شخصيه حمد بن سالم بن حلوكه، تهانينا على هذا الفوز والانتصار وتقديم شخصيه في مشاركاتها وما دارت عليه من منافسات في موسمها الماضي والحاضر. والمركز الثالث كانت من خلال هذا الشوط حماس محمد بن سلطان بن محمد المنصوري، 13 دقيقة ثانية واحدة بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، هي الأفضل.